أوكي، نكمل اليوم قصتنا الجميلة الحلوة. المنبهرة أو مبهرة حول دي لاتشز والميموري والسيكونشال سيركتس. So the next topic we're going to talk about is flip-flops. So اتكلمنا عن اللاتش، الاس ار لاتش والاس بار ار بار لاتش والدي لاتش. اوكي، دي لاتش هذا الحلو. Now we're going to talk about نوع ثاني من الميموري اسمه فليب فلوبس. اسم كده غريب حلو جميل، بس حنشوف بعدين ليش اسمه فليب فلوبس. طيب نرجع احنا للفكره، انه ايش قلنا احنا؟ السيكونشال سيركت هي عباره عن ايش؟ هذه السيكونشال سيركت ففيها هنا ميموري وفيها هنا كومبينيشنال سيركت. So خلينا let's look at a very simple circuit، دائرة بسيطة جدا where الميموري فيها مجرد لاتش واحد. Okay, so this D latch. وهنا ال combinational logic. وخلينا نبسط السيركت أبسط ما يكون. So we don't want any input. ما في أي input، ما في output. We just want to take some of the outputs. نخليه يلف، يدخل هنا ويرجع يلف، يدخل كانبوت. طبعا هذه كلوك، والكومبينيشنال سيركت هنا حنخليها بسيطه جدا، ما فيها شيء، بس حنحط فيها نوت جيت. يعني ابسط من كده ما في الا انا اشبكها مباشره، لكن لا، نحن نبغى نحط فيها نوت جيت. فهذه سيكونشال سيركت فيها ذاكره، هاي 1 بت ميموري، وفيها اللوب اللي حكينا عنها، فيها كومبينيشنال سيركت، فيها بس نوت جيت واللوب هذا. شوف الاوتبوت يدخل يلف، يدخل في الذاكره ويطلع كاوتبوت مره ثانيه، يدخل انبوت. Very simple circuit. Okay. Now what we want to do is we want to analyze the circuit. نسوي لها تحليل وقتي. Time analysis. So ال Y هو ال وال Q. فهذا مسمينه Y، يدخل هنا كانبوت، طبعا يطلع هنا Y بار ويدخل مرة ثانية. Okay, so حسب ما فهمنا لللاتش، when the clock is zero، اللاتش يحافظ على القيمة اللي فيه، فإذا مخزنة فيه zero، خلاص تقعد دائما تطلع zero وما يتأثر أبدا بالمدخل هنا.
فدائما طالع زيرو هنا يلف الزيرو يدخل هنا هنا يصير واحد يلف يدخل واحد لكن هذا أصلا غير مفعل لأنه الكلوك الزيرو فيقعد دائما الواي زيرو مهما هذا دخل واحد لكن ما يتأثر فيقعد زيرو طول الفترة هذه لما الكلوك تصير واحد الحين يصير مفعل فأول ما الكلوك تصير واحد شو يصير المدخل الحين الدي المدخل في الدي هو واحد احنا نعرف انه هذا كيف يشتغل الدي لاتش لما الكلوك تكون 1 وتدخل له انت اي الفاليو اي فاليو تدخله هنا يطلع في الواي بعد مده طبعا لانه هذا فيه ديلي خلينا نقول الديلي مثلا والله 2 نانو سكندز فلاحظ هنا انه بعد يعني ديلي صغير في فتره كده 2 نانو سكندز ايش صار للواي تغير الى 1 كان 0 تغير الى 1 تغير الى 1. دكتور معلش مقاطع تفضل بس خذ الحوض اللي سيت حبر يا دكتور أهلا وسهلا بك يا مرحبا أهلا دكتور اوكي سو قلنا حيكون في تأخير خلينا نقول it's about 2 nanoseconds بس بعد التأخير هذا حيتغير إلى 1 بعدين يصير هذا واحد قلنا فالواحد يلف يدخل هنا واحد في النوت what happens لما هذا يدخل في النوت ينقلب إلى صفر زيرو ينقلب إلى صفر لكن متى ينقلب إلى صفر بعد مدة يعني حياخذ وقت يعني ممكن ياخذ وقت بسيط ما أدري مثلا 0.5 نانو سكندز فبعد 0.5 نانو سكندز ينقلب الواي هنا المدخل حق الدي الى صفر احنا ممكن نصور الدي شو رايكم نصور الدي الدي حتكون عكس الواي فاذا الواي هنا صفر الدي حتكون 1 تكون 1 1 1 1 بعدين لما تنقلب هذه الى 1 هذا ينقلب الى 0 بس يتاخر شويه في تاخر كده بين هذا وهذا اللي هو الكوست 0.5 نانو سك حقه النوت جيت فينزل الى 0 اوكي بعدين هنا الواي اوكي فالدي الدي صار زيرو واحنا قلنا انه اذا الكلوك واحد الدي لاتش كيف يشتغل الدي اللي يدخل من هنا هو اللي يطلع في واي فاذا الدي تغير الى صفر فحيغير في اثر في الواي الدي دخل صفر فهذا اثر في الواي فبدل الواي ما يكون واحد حيرجع ينقلب الى صفر شوف من واحد الى صفر لكن متى ينقلب بعد فتره يعني في تاخير ما بين هنا وهذا بعد ما صار هذا زيرو حيصير هذا زيرو بس بعد فترة في تأخير اللي هو 0.2 نانو سكندز أوكي بعدين هذا الصفر يلف ويصير هنا واحد ويدخل واحد بدل صفر يرجع واحد فيأثر نفس الشيء في الواي فالواي ينقلب إلى واحد مرة ثانية يصير هنا واحد فالواحد هذا يأثر في الواي بس بعد شوية بعد التأخير شوية وهكذا فتلاحظ أنه طول الفترة هذه طول الفترة هذه والكلوك is 1 وهو الواي يلعب طالع نازل
طالع نازل طالع نازل داخل خارج ده 0 1 0 1 طبعا هو this is not the behavior اللي احنا نبغاها يعني ما هذا التصرف اللي احنا نبغاه احنا we don't want this okay, this is not what we want المفروض احنا what we want في الدائرة هذه انه خلاص when the clock is 1 الـ D يدخل فيها مثلا يدخل فيها الـ value الجديد 1 وخلاص تحافظ على القيمة حقتها تقعد تتذكر طول الفترة هذه تقعد مستقرة التلاعب هذا أو الطلوع والنزول هذا هذا يسموه عدم استقرار وهذا very bad for the circuit ما هي مستقرة this is really dangerous والحاجة الأخطر من هذا أنه ما ندري في الأخير لما نوصل لكلوك الزيرو ما ندري وش يقول الـ value حق Y يعني الفاليو حق واي هنا صراحة محل شك كبير لأنه ما ندري هل آخر قيمة قبل ما الكلوك تصير تنتقل من صفر لواحد هل آخر قيمة كان صفر ولا آخر قيمة كانت واحد إذا كان آخر قيمة واحد حيواصل واحد إذا كان آخر قيمة كان صفر حينزل للصفر فإذا هنا صراحة الفاليو في الـ now is undetermined ما ندري أنت وحظك أنت وحظك إذا في آخر لحظة هنا كان الفاليو واحد حيواصل واحد إذا كان الفاليو صفر حيواصل صفر so this is a very bad problem very bad problem so هذا اسمه عنده اسم هذا problem اسمه the latch timing problem إنه ال y يقعد يلعب as long as c is one the value of y continues to change the changes are based on the delay present on the loop اللي هو delay هذا حق the not gate through the connection from y back to y The behavior is clearly unacceptable. غير مقبول. أنا هذا خطير هذا. It's unstable. دائرة هذه تدخلها في الكمبيوتر وتدخلها تحكم بها في مفاعل نووي ممكن ينفجر. ما نقبل إنه دائرة تكون غير مستقرة. لازم تكون مستقرة والنتيجة حقها معروفة مسبقا في أي وقت من الأوقات. Yes. اللي نبغاه هو desired behavior إنه y should change only once مرة واحدة per clock pulse يعني لما يجي clock pulse اللي هو when clock is one نبغى تغيير واحد فقط تتغير من صفر لواحد أو واحد لصفر وتستقر ما نبغاها تقعد تلعب كده صحيح فإذا وش الحل وش الحل يا ربي وش الحل الحل عبقري جدا شوريك المهندسين هذم كيف عبقرية عندهم حركات عبقريات مش معقولة يا سلام يا سلام شوفوا الحل ايش سووا سووا حل اسمه باستخدام two latches ورا بعض so a solution of the latch timing problem is to break the closed path from y to with a storage element so بدل ما نخلي الاتصال هذا مباشر كده لا نحطه another latch عشان نفك الاتصال المباشر هذا فنحط two latches we break the closed path with another storage element The commonly used path breaking solution replaced the clock D latch with a master and slave flip flop. فأنا استخدم two latches, واحد master, واحد slave. شوف. الله الله الله. طب تقول لي هذه كيف تحل المشكلة هذه؟ كيف تحل المشكلة؟ شوف سووا هذا two latches ورا بعض. واحد أسر latch وهذا أسر latch. والكلوك هنا تدخل الكلوك مباشرة لكن الثاني تدخل فيه الكلوك عكسه مقلوب عكسه مقلوب طيب احنا نعرف الكلوك هذا اثر لاتش لما الكلوك تكون واحد يكون مفعل والكلوك لما تكون زيرو يكون غير مفعل فاذا لما هذا يكون مفعل معناها الكلوك از 1 ايش يصير للثاني ما يشتغل نعم لانه عكس بعض لما يكون هذا غير مفعل يكون الثاني هو المفعل طيب خلينا الحين نجرب نسوي عليه نشوف هل اللي عنده المشكلة هذه أو لا إذن بدل ما نسوي كده
هنحط اللاتش الجديد. خلينا نقلب. يس. وحنسوي نفس الشيء ايضا هنا. حنخلي not gate عشان نحول هذا الى dlatch. Okay, so what happens to okay, so this is the Y. هذه الدي الفرق بينهم some delay small delay. الدي هو delayed الواي delayed شوية. So so what happens here when we change من الأول يبدأ صفر. So the clock is zero. So the clock is zero معناته هذا غير مفعل بينما هذا شغال. So therefore the value المخزن هنا هيقعد مستقر والفاليو هذا صفر صفر. فإذا طالع هنا صفر وهنا طلع واحد فهذا غير مفعل ما دام خلاص ما يأثر بيتأثر بالواي. فالواي داخله هنا هو طالع صفر يلافف هنا وبعدين تنقلب إلى واحد هنا فيحاول يدخل واحد في اللاتش هذا لكن ما يقدر لأنه هذا غير مفعل. الكلوك حقه زيرو هذا مفعل لكن مش صاير له صاير له انه دائما يدخل له صفر من هنا وواحد من هنا. فصحيح هو مفعل قابل لانه يتغير لكن الفاليو اللي دخله مستقر لانه هذا حبيبنا غير مفعل. فاذا طول الفتره هذه الواي از زيرو وما يتغير ابدا. اوكي الحين الكلوك تغير الى 1 الحين احنا هنا تغير الكلوك الى 1 فيصير هذا حبيبنا هو اللي مفعل وهذا غير مفعل. إذا انقلبت الآية صار هذا مفعل هذا غير مفعل. فجاء واحد في الدي فتغير إذا القيمة اللي مخزنة فيه صارت واحد فصار هنا طلع واحد وهنا طلع صفر. هل حيتغير المخزن القيمة المخزنة هنا؟ لا. ليش؟ لأن ما تأثرت ما مفعل يعني. ما هو مفعل لأن الكلوك جايته زيرو هنا الكلوك جاية واحد لكن هنا الكلوك زيرو فغير مفعل. فرغم أن هذا تأثر رغم أن هذا تغير القيمة اللي فيه ويحاول يغير هذا لكن ما يقدر لأنه غير مفعل. إذن القيمة تقعد زيرو إذن هذا ما يصير. القيمة هنا رغم أن الواي تأثر تغير إذن الدي تحول إلى 1 الدي هنا تحول إلى 1 اللي هو المدخل الدي هذا تحول إلى 1 ويحاول يغير الواي لكن الواي ما يتغير إذن هذا ما يصير لأنه حبيبنا الثاني هذا غير مفعل فيقول كده ما يتحول. لكن أول ما يتغير الكلوك إلى زيرو مرة ثانية
الكلوك تنزل من واحد إلى زيرو مرة ثانية على طول يصير هذا مفعل وهذا غير مفعل. فإيش يصير للواي؟ الواي الحين تتغير إلى واحد لأن الواحد قاعد هنا ينتظر قاعد ينتظر لحد ما صار هذا مفعل. أول ما صار مفعل يدخل الواحد ويطلع الواي يصير واحد على طول الواي يتغير واحد. والصفر طبعا بعده مباشرة الدي عفوا الدي بعده بمدة شوية لأنه في ديلي حقة النوت جيت هذا بعد شوية ينقلب إلى الصفر ويقعد مستقر واحد طول الفترة هذه. ليش؟ لأنه صحيح هذا مفعل أوكي والدي انقلب إلى الصفر لكن هذا غير مفعل فما يدخل الصفر. إذن يقعد الواي مستقر إلى أن تجي لي كلوك سايكل الثانية. وفي كلوك السايكل الثانية يصير هذا غير مفعل فيقعد إذا مستقر واحد. إذن الملاحظة وشو؟ أنه صار حبيبنا هذا السيركت الجديدة ما تتغير إلا في مكان واحد اللي هو هذا الـ falling edge of the clock. لما الكلوك تتغير من واحد لصفر نسموه الـ falling edge. لما الكلوك تتغير من واحد لصفر الواي تتغير على حسب آخر قيمة حق الدي. آخر قيمة حق الدي قبل الـ edge واحد فيتغير الواي إلى واحد. لكن طول الفترة من falling edge إلى الـ falling edge اللي بعده الواي مستقرة. حتى هنا طول الفترة الفترة هذه كلها الواي صفر مستقر. ومن falling edge للـ falling edge الواي مستقر هنا واحد. شفتوا كيف؟ فصار هذا إذن ما فيه اللعب هذا ما عاد فيه اللعب هذا. صار الواي دائما مستقر على طول السيركت من أجل لأج. التغيير يصير فقط في الفولينج أج. حركة مرة ذكية يعني وعبقرية ما شاء الله. أيوه حلت المشكلة تماما ما عاد فيه. Okay so that's what we have done. So that's why it's called edge triggering. It's edge. ما نها trigger بالإنجليزي. Trigger يعني تفعيل. تفعيل أو صح كده تفعيل أو تفعيل. تفعيل enable تقريب. Trigger يعني إنك تبدأ عملية معينة كده زي النخزة كده تيجي زي النخزة أو تنخزة أو تهمزة أو همزة أو زي حاجة زي كده. إثارة. إثارة. إيه تثيره نعم نعم. فهو يثار بالإج بالحد. الحد حق إيش؟ حق الكلوك. So it's edge triggered. It's triggered by the edge. يتفعل أو يثار عن طريق الإج of the clock. Amazing. باستخدام فكرة هذه حق master slave دي flip flop. So هذا هو الدائرة اللي درسناها. بدل ما يكون هنا SR latch يكون D latch. So edge triggered. طبعا هذا it is triggered by the falling edge. طب لو نبغاها triggered by the rising edge. So this is called negative edge triggered. Falling edge triggered. Yeah, negative edge أو falling edge. لو نبغاها rising edge. كيف نغير الدائرة هذه عشان تصير rising edge؟ أو positive edge؟ ما عندكم فكرة؟ هو الحين شغال بال falling edge. Of this clock. أبغاها يشتغل على the rising edge. يعني أبغاها يشتغل على تكون هنا rising edge of the clock. Rising edge. Rising edge. ندخل النافعة الأولى. أحسنت. أحسنت يا وي فليب ذا كلوك. لأنه شوف لو أبغاها الرايزنج إج بس أجيب الكلوك وأسوي لها فليب يعني أسوي كلوك بار بس أشتغل على كلوك بار بدل ما أشتغل على كلوك وهي نفسها أقلبها بس أقلب الكلوك. شوف لو أقلب الكلوك يصير هذا الفولينج إج يصير رايزنج إج بس. So that's what I should do. أقلب الكلوك فالكلوك هذه أقلبها أحط نوت هنا وطبعا الثاني لازم تكون عكسها دائما. So that's what I have to do. I just add I flip the clock. الدكتور يفرق ولا؟ نعم؟ يفرق يعني لو نفعت الكلوك في البداية. هو يفرق في يفرق في يفرق يفرق في الأج. مين هو اللي يعني تكون الدائرة هذه شغال على أي أج؟ على الفولينج أج ولا على الرايزنج أج؟ هذا الفرق بينه.
إيه وش ميزة الفولينج وش ميزة الرايزنج يعني وش الفرق بينهم؟ ما في فرق كبير، بس ما في فرق كبير صراحة. ما عندي أمثلة متى هذا يستخدمه، بس أنت أنت والظروف والدوائر اللي أنت شغال فيها. بعض الحين يكون عندك ال it's active low دائرة حقتك فتبغاها شيء على الفولينج إيدج، بعضها تكون active high. بس عندك الحلين يعني، انت ظروفك تبغى تستخدم هذا هذا، انت شوف اللي يساعدك يعني. الفرق ما فيه، هم طبعا سيمتريكل من ناحيه الشغل، يشتغلون زي بعض بالضبط، لكن واحده في رايزنج ايدج واحده في فولينج ايدج. انت عاد والابلكيشن حقتك وش تحتاج، استخدم هذه او هذه. سؤال جيد، فيري جود. سو الرايزنج ايدج هو الموست كومن باي ذا واي، the positive edge most common. Most of the time دائما we assume positive edge unless عندك حالات محددة. Okay, so الملخص، هذه أنواع storage elements أو storage elements اللي تعلمناها. فعندنا latches، في SR latch شفت الأشكال حقتهم، دائماً box والinputs هنا، وفي عندك الoutput Q Q bar Q Q bar. هذا not clocked، ما في clock فيه، هذا S latch من غير clock، هذا S bar R bar latch برضو من غير clock. لاحظ عشان نفرق بينه وبين S R latch أضفنا الدوائر هنا، لأن الدوائر دائماً عندها معنى النفي، فأضفنا الدوائر عشان نقول إن هذا active ها active low بدل ما هو active high. So هذا S R R bar latch. هذا D latch controlled by a clock، في عنده clock. وهذا so هذا active high D latch، وهذا active low D latch. Again عشان نوري إنه active low أضفنا الدائرة. هذا من master slave الحين. Master slave latches اللي هم يكونوا مكونين من ايش؟ هذا مش فيهم داخلهم دائرة، هذه فيه 2 SR latches، SR latch master و SR latch slave. ايش معناته master slave؟ السيد والخادم نعم. ليش مسمينهم كده؟ طبعا استخدموا الأسماء لأنه هذا يتحكم في هذا، فكأنه هذا السيد وهذا الخادم حقه. Okay, so master and slave. So this is terminology. فالماستر أسر لاتش والسليف برضو أسر لاتش اللي هم موجودين هنا. دكتور، الدائرة اللي تكون في بداية أو نهاية الشيبس يكون نفي؟ الدائرة الصغيرة هذه نفي. نعم، دائما قلنا هذه الدائرة الصغيرة معناته نفي. نعم، معناته بار، معناته active low. فهنا الـ SR latches هذا فيهم master slave، فيهم master فيه SR latch و slave SR latch داخله، نفس الشيء هذا. لاحظ هنا انه هذا شغال على clock، شغال على البوزيتيف كلوك، يعني لما كلوك تكون واحد يكون اكتف، ولما كلوك تكون زيرو يكون نوت اكتف. بينما هذا العكس، شوف، لانه في سيركل هنا معناته شغال على الزيرو، اتس اكتف لو، يعني اكتف لما كلوك تكون زيرو، نوت اكتف لما كلوك تكون واحد، غير مفعل. فيهم دي لاتش وقدامهم أسر لاتش، دي لاتش وقدامهم أسر لاتش، ماستر سليف دي لاتش والسليف والماستر دي لاتش والسليف أسر لاتش. again هذا positive شغال على clock 1، هذا شغال على clock 0. أخيرا الأج تريجرد فليب فلوبس، هذا فيهم دي لاتش
وقدامهم اثر لاتش دي لاتش وقدامهم اثر لاتش. هذا متريجرد على هذا هذا مشغلين على clock is one when the clock is one or zero يعني يكون شغال دائما. لكن هذا شغال على الادج فقط يعني التغيير يصير على الادج فقط, ولهذا عشان نبرهن انه هو ادج مختلف عن هذا فنضيف هذا تريانجل. شوف المثلث هذا قدام الكلوك, المثلث هذا يعني انه it is edge triggered, هذا triggered على الحد سواء كان حد الطلوع اللي هو rising edge البوزيتيف لما الحد لما الكلوك تنتقل من صفر لواحد, او النيجاتيف الفولينج ايدج اللي هو لما الكلوك تنتقل من واحد لصفر. وهذا ليش حطينا, كيف نعرف انه الفولينج ايدج في هنا الدائره اجين الصغيره اللي هي اجين دائما تعطي المعنى حقت نيجاتيف حقت زيرو حقت اكتيف لو. سو اذا هذه السيمبلز كلهم لازم تحفظوها. الحين صارت هذه سيمبلز جديده ودوائر جديده عندكم, تشيبس جديده زي الديكودر الانكودر المالتيبلكسر والادر والسبتراكتر. الحين صار عندكم دوائر حقت ستورج اليمنتس الذاكره 1 بت, كلهم 1 بت طبعا كلهم 1 بت وعندهم بيهيفير مختلف. طبعا هذا من الديف فليب فلوبس, هذا those are the most common ones used for design of circuits لانه هذا more stable. البقيه كلهم rarely used, سو حتشوفوا بعدين شغلنا مثلا في التحليل وفي الديزاين اغلب الوقت نستخدم هذه الدوائر. So learn these circuits. Another concept also ممكن تشوفوه في الدوائر اللي هو يسموه reset, direct reset inputs, direct inputs. يعني احنا الحين الدائرة الأصلية الدائرة الأصلية فيها من برا دي فهذا الدي هذا الدي انبوت هذا الكلوك وتشوف الكيو والكيو بار, بس ما تشوف الانبوت هذا الداخلي اللي هو الاس والار هذا يو دونت اكسس ذم ما عندك اكسس ليهم. وهذا الدائره هذه زي ما قلنا ما يتغير الا في الادج, التغيير يصير في الادج. يعني بالنسبه للدائره هذه هذه قلنا ايش اكتف اكتف لو شغال على الفولينج ايدج الفولينج ايدج. فانت لما تغير الدي حقتها الانبوت حقتها تغير الدي فمثلا بنكون هنا 0 0 0 سبوز هنا تغير الدي, مهما تغير الدي ما يتغير الكيو حقتها الواي هذا ما يتغير الكيو, الكيو يقعد مستقر زي ما قلنا يقعد مستقر ما يهمه لانه الكلوك از 1 فهو الكلوك هنا is not active only في الحالة هذه فيقعد مستقر صفر ولا يهمه. بعدين لو جاء هنا just before the falling edge صار واحد يتغير إلى واحد, بعدين نفس الشيء هنا حيقعد مستقر طول الفترة هذه. ليش؟ لأنه لما الكلوك تكون واحد يصير هذا active لكن هذا يصير inactive. فمهما اجان مهما لعبت انت في الدي ما يتاثر يقعد دائما واحد لحد ما نوصل للفولينج ايدج اللي بعده. هنا ممكن يتغير على حسب اخر قيمه, وش اخر قيمه اذا كان واحد حيواصل واحد, اذا كان اخر قيمه صفر حينزل للصفر. هو بس يشوف اخر قيمه قبل الفولينج ايدج. هنا مهما تغير الواد دي ما يتغير. سبوز انا اي دونت تو دو ذس, سبوز انا اي وانت تو في وسط ما بين السايكل هنا ابغى اغير ال ال الدي الكيو فور سام ريزن, يعني ابغى اغير الكيو للزيرو في وسط ما بين الفولينج ايدج والفولينج ايدج هنا في الوسط السايكل ابغى اغيرها من 1 للزيرو بالطريقه هذه. اذا عندي بس كده اذا عندي بس كده دي ما اقدر مهما لعبت في الدي ما يتغير ابدا مستحيل لانه يتغير فقط في الفولينج ايدج.
فايش سووا هم في الشيبس؟ لما تروح للسوق تلقى الشيبس اغلب الشيبس يكون فيها تو اكسترا انبوتس، يكون فيها انبوت يسموه اس وار. ان فاكت هم الانبوتس هذا مربوطين هنا، يعني يطلعوا الانبوت هذا برا ويطلعوا الانبوت هذا برا، اوكي الار والاس. فعندك كانوا يعطوك دايركت اكسس للاس والار الداخليين اللي هم ما بين السليف الماستر والسليف، المفروض انت ما عندك اكسس لهم. لكن شو يسوي هم في الشيبس؟ يطلعوهم برا. بالاس والار تقدر تحط اذا تبغى تغير هنا تغير الكيو في وسط الكلاس سايكل تغيره من واحد لصفر، شو تسوي؟ تسوي ريست، يعني تخلي الاس صفر وتخلي الار واحد. عفوا طبعا هنا اتس اكتف لو، يعني لو تبغاه يتحول الكيو الى زيرو يو هاف تو ميك الار زيرو مش 1 والاس 1 لانه اكتف لو اكتف لو. فاذا خليت اس 1 وار زيرو يصير ما ينتظر للفولينج الرايزنج الفولينج ايدج، ما ينتظر على طول. يعني هنا صار تاخير، هنا صار تغيير، خلينا اس 0 1 خلينا ار خلنا S و R 0، فعلى طول الكيو تغير من 1 ل 0 من الانتظار للفولينج edge of the clock. فيسموها direct input، direct مباشر، مدخلات مباشرة، تغير الكيو مباشرة، تغير الكيو مباشرة، ما تنتظر الكلوك لأنه أنت أعطوك direct access لل S و R حقة السليف هذا، فعلى طول تقدر تتحكم فيه، تقدر تغيره إلى تسوي ست او ريسات زي ما تبغى. كيف يسمهم دايركت انبوت. اوكي ناو وي غانا موف تو ا فيري امبورتنت سبجكت، فيري فيري ا لوت اوف يعني سبجكت هذا المهم جدا اللي هو التحليل والديزاين. يعني ان اعطيك دائره واقول لك حلل لي اياها، وش تسوي الدائره هذه؟ sequential circuit، هذه sequential circuit واقول لك حللها. فعندك خطوات، اول خطوه انك check if it's sequential. so خلينا نحط الخطوات على جنب هذه. خلينا نجيب الدائره هذه. من اهم الاسئله اللي تجي في الاكزامز والامتحانات، اوف كورس يو هاف تو بي ايبل تو تسوي تحليل للدوائر. عندك ستيبس، ستيب 1 تشيك اف اتس سيكوينشال اول شيء، ذن فايند ذا نيم اوف ذا فاريبلز الانبوتس والاوتبوتس والستيت فاريبلز، لازم تعطيهم اسماء. بعدين فايند ذا ستيت اوتبوت ايكويشنز من الدائره، بعدين بيلد ستيت تيبل، بعدين درو ستيت دايجرام. اوكي فعشان نتاكد انه هذه سيكوينشال لازم يكون فيها تو ثينجز. اول شيء في ستورج اليمنتس، ستورج، والثاني شيء يكون في اللوب اللي تكلمنا عنها، اللوب هذه. ايه اللوب هذه سام اوف ذا اوتبوتس يلفوا يدخلوا كانبوت، يدخلوا للستورج بعدين يطلعوا يدخلوا كانبوت. هل موجود هذه ولا؟ خلينا نتاكد. من ناحيه الستورج ما شاء الله هذا ستورج هذا اثنين، فعندي 2 بت ستورج، 2 بتس 1 بت 1 بت. من ناحيه اللوب لاحظ، شوف شوف الاوتبوت هنا يلف ويدخل كمدخلات مره ثانيه، شوف هذا الاوتبوت حقتها برضو يلف ويدخل كمدخلات مره ثانيه هنا وهنا. يس معناته it is sequential. In terms of the name of the variables واضح انه بالنسبه للانبوتس في اكس، شوف هذا input من برا جاي، ما هو من أحد مخرجات الستورج، هذا جاي من برا. بالنسبة للoutputs واضح أن y هذا يطلع برا، it's an output. بالنسبة للstate variables هي مخرجات الذاكرات الflip flops. By the way what are the flip flops؟ هذا واضح، هذا what is it؟ it's a D flip flop positive edge triggered. شوف positive لأنه ما في circle. الاثنين هم نفس الشيء D edge triggered positive edge triggered flip flops. والstate variables هم الاوتبوتس حق الفليب فلوبس. فالاوتبوت الاول هو اعطاه اسم سماه A، فاذا هذا الفاريبل الاول، والثاني اعطاه اسم B، فاذا هذا هو الstate variables A B.
next step and we need to find the equations. So the equations, I will say output equations and y to say ايش. Well, it's an AND of two things. It's a AND, ولا AND of two things. عندك الجزء الأول, it's a NOT of what? واضح إنه جاء من X. شوف الX الكهرباء تجي من هنا, تمشي تمشي تدخل هنا وتدخل هنا وتدخل هنا برضو. فهذا X. So معناته it's X bar. So أول جزء هنا X bar. الجزء الثاني it's an OR. It's an OR between ايش؟ OR of what? Well, لو تتابع هالسلك هذا منين جاي؟ جاي من A. اللي هي المخرجات حق الفلوبس دائما هي الكرنت at time t current, والمدخلات هي الفيوتشر. سو هذا AT, اذا AT يلف يدخل هنا ويدخل هنا, هذا AT. الثاني نفس الشيء لو تتابعه شوف انه هو BT. شوف BT يلف يدخل هنا ويدخل هنا, شوف قاعد يلف كده ويدخل جزء هنا وجزء يروح هنا. سو الثاني هو BT. اوكي هذا هذه الاوتبوت فانكشن, هذه يسموها الاوتبوت فانكشن y equals x bar مضروبه في at plus b at plus bt. Now next state functions. Next state هي معناها the future value of a يعني at t plus 1 وال future value of b at t plus 1. وين هذه الفيوتشر فاليوز؟ الفيوتشر فاليوز هي المدخلات حق الفليب فلوبس دائما. المخرجات هي الكرنت ستيت, المدخلات هي الفيوتشر ستيت. اوكي هنا الفيوتشر اوف بي بي ات تي بلس 1. اوكي سو وات از ذا ايكويشن اوف اي تي بلس 1؟ عندك اور, فيها اور اوف وات؟ اوف تو اندز. الاند الاولاني في عندك اي t مع x, الاند الثاني فيه x وهذا bt. What about bt plus 1? It's an and of two things. واحدة منهم a bar يعني a current a the current at a at t bar, والثاني منين جاي؟ جاي من x and x. So we found the equations. Next we build the state table. The state table هو عبارة عن truth table مقسم إلى inputs و outputs. ال inputs في عندك فيهم جزئين, في عندك ال x اللي هي الاكشوال انبوت اللي جاي من برا, وفيها الكرنت ستيت اللي هي a of t و b of t. والاوتبوتس عندك النكست ستيت, سو هذه الكرنت ستيت وهنا عندك نكست ستيت اللي هي يعني a t plus 1 و b t plus 1. ومتأكد حاول تحافظ على نفس الترتيب, يعني هنا ذكرنا ال A بعدين B, خليك هنا أيضا ال A بعدين ال B. والأوتبوتس اللي عندك, عندي أوتبوت واحد اللي هو Y. وبعدين نعبي truth table as usual. So we just fill the truth table عادي جدا. Truth table كما تعلمنا سوينا truth table ألف مليون مرة. And then using the equations, أحسب الـ y والـ next state حسب الـ equations هذا. فمثلاً بالنسبة للـ y هي x bar and at plus bt. فإذا كان x يساوي يساوي واحد,
هتطلع صفر. ان الاكس لما تساوي واحد النتيجة حقت واحد تكون زيرو. واذا كان اكس صفر حتكون هنا واحد. فتعتمد على النتيجة على هذه. يعني تسوي A or B. تسوي A or B. A or B. أسوي الأور بين هذا من الاثنين. أور. الأور حقتهم تعطيني 0, 1, 1, 1. خلصنا الـ A. الـ Y. What about... هذه ممكن نختصرها ناخذ X common factor. ونسوي A of T. And... أور B of T. فبرضو نفس الشيء. إذا X 0 حيطلع لنا هنا 0. وإذا X 1 حتكون الأور حقت الاثنين هذا من الأور. يعني 0, 1, 1, 1. What about this one? So خلصنا لي. This one إذا X 0 حتكون 0. طيب وإذا X 1 حتكون معتمد على A bar. نسوي A bar. إذا X 1 أخذ الA وأقلبها. 1, 1, 0, 0. أحسنت. That's it. وهذا يسموه state table. هذا يسموه state table. وهذا state table يعمل وصف كامل للدائرة هذه. لكن طبعاً بما أن إحنا مهندسين ونحب دائماً الدايجرامز ونكره الجداول. ما نحب الجداول كثير. نحب الجداول بس مش كثير. يعني بالنسبة لنا الصور أحسن. وأي مشكلة حتى في علوم ثانية الصورة دائماً أبلغ من أي صورة جدول أو equation. صح ولا؟ يقول لك a picture is worth a thousand words. فإذا نحول الـ state table هذا إلى صورة يسموها state diagram. الصورة هذه عبارة عن state diagram عبارة عن states مربوطة في بعض. أول شيء كم عندنا states حسب state variables. هذا مو state variables الـ A والـ B. لو تلاحظ عندي أربع possible states 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. هذا هم states. فكيف نصورهم؟ نصورهم على شكل دوائر ونحط هذا state 0, 0 هذا state 0, 1 هذا state 1, 0 وهذا state 1 1. هم الاربع هم الاربع states اللي عندي ممكنه لانه عندي 2 variables واحده A واحده B. وبعدين نرسم الاسهم اللي هي ترمز للتحول من حاله الى حاله من state الى state على حسب الجدول. شوف الجدول شو يقول. اذا انت في state 0 0 والانبوت يكون 0 فتروح لstate 0 0. اذا من state 0 0 اروح لstate 0 0 فارسم سهم كده. هذا متى يصير state؟ هذا يصير التحول. هذا التحول من حالة إلى حالة لما x is equal to 0. when x is equal to 0 فايش أسوي؟ أجي هنا وأكتب x تساوي 0. وش يكون الأوتبوت في الحالة هذه في التحول هذه؟ يكون الأوتبوت 0. y is equal to 0. فكيف أرسمه هنا في الدائرة؟ أحط كده سهم أحط كده slash زي الخط المائل كده وأكتب y تساوي 0. إذن بعد أقول أنه إذا x 0 تنتقل من state 0 0 تقعد في تنتقل الى state 0 0 في future المستقبل والoutput يكون 0. نفس الشيء بالنسبه if you are in state 0 1 تروح لل 0 0 يعني تروح لكده من state 0 1 تروح ل 0 في حاله ايش؟ في حاله x 0 and والoutput يكون 1. شوف الoutput يكون 1. if you are in 1 0 تروح لل 0 0 في حاله x 0 and the output يساوي 1. في حالة ال 1 1 برضو تروح ولا في حالة ال x 0 تروح لل 0 0 والoutput is 1. اوكي ناو نكمل البقية. في حالة انت state 0 0 والجاك input 1 تروح لل 0 1 والoutput is 0. في حالة الـ 0 1 وجاك والـ input is A 1 فتروح الـ 1 1 والـ output is 0. في حالة انت في 1 0 والـ input is 1 تروح الـ 1 0 يعني انت كنت في مكان والـ output is 0. أخيرا في حالة الـ 1 1 وجاك 1 تروح لوين؟ ال 1 0 يعني تروح كده. هذا في حالة x is 1 input والoutput y is 0. فالصورة هذه هي نفس المعلومات اللي في التيبل لكن على شكل صورة diagram يسموها state diagram. وأحسن بكثير من هذا. ليش؟
لانه لما لاحظت انا لو انت قاعد تلاحظ شويه الدايجرام هذا لو انتبه شويه لو تنتبه تلقاه يسوي كده يتحرك من 00 الى 01 11 00 شوف في لفه كده ما تشوفوا اللفه هذه ده صحيح شوف نعم في لفه كده 00 10 01 11 كل ثانيه مثلا او كل نانو سكند او كل سكند 00 01 11 00 01 11 00 01 11 فكأنه هذا يسموه هذا عنده اسم هذا في السيركتس الدوائر هذه اسمها كاونتر عدات كاونتر تعد لأنه تعد كده 0 1 3 0 1 3 0 1 3 forever you like it أكيد ما شاء الله أكيد ممتاز ما شاء الله عجبتني أنا كده أوكي مبروك عليكم thank you very much my time is up إن شاء الله نواصل القصة الشيقة هذه إن شاء الله المرة الجاية. دكتور.